خويا الاقصى انا بلاش جبره هو السبب اخويا، فهمتي؟ المدرب ما عليه والو، صافي الحكام عادي عطاه راه عطاه الصفرة راه ما فيها حتى شي حاجه، او عطاه بينالتي ما فيها والو. ماتش اخويا راه مازال طويل، كي ما كاينش الاقصام اخويا من هادشي كامل هو جبران اخويا، ولا اقصام من هادشي كامل جبران وعطايا الله مشاو للمونديال اللي صار ربع النهائي سحب راسو راموس. صاحبي هادشي راه شوف شوف كرة القدم من تكون لاعب خص تكون فيك روح الوطنية، حكم عليك حكم صفر تقبلها، عطاك حمرة تقبلها، حكم بينالتي تقبلها، داكشي راه ما غادي واخا تبغي تعربط راه ما غاديش يرجع الحكم في القرار ديالو، فهمتيني؟ واش نقول خويا الوداد راه وداد كبيرة تبقى كبيرة لا هي ولا الراجا، فهمتيني؟ انا راجاوي كنهضر على الرجوع للوداد، جوج كبار غيبقاو كبار، غير هي حاجة وحدة غادي نقولها لهم، ملي حكم الحكم ما تبقاش تسمحوا معاه كامل، شوف غادي كامل معلق لكم اصاحبي. علاش دير داكشي كامل الجمهور معاكم وحنا معاكم كنتفرجوا الاعصاب ديالنا صح ولا لا حشومه كاع؟ كون شوف كون بقاو لاعبين ماشي مشكل، يعطيك الصفرة تقبلها ماشي يا حمراء ينقص لك واحد اخويا. المهم شوف مباراة كبيرة كتجي، شوف الراجل من الاخر خلاص ترجلوا اخويا كيما ترجلت اخويا فهمتي العام اللي فات، هذا العام ترجلوا اصاحبي، راه عندكم جمهور كيجي معاكم عندكم بحال شي حاجة جمهور ديالكم، دابا المغرب كله معاكم حنا كنا معاكم، كونوا رجال اصاحبي وتقاتلوا اصاحبي على ديك التوني اللي هز. المدرب خويا ما دار والو من الاخر، ما بقى يتسبب لنا المدرب، مدرب كبير هذاك من الاخر، الدراري هما اللي داروا الغلط، فهمتي؟ عندك عطية الله وعندك شبران وعندك سيت شات تكناوتي تا بينتي والاخر ما جدوش. شوف خوتي دابا هادي داس مرة أخرى ترجلوا أخويا، راه عندكم أخويا راه جمهور كبير تابعكم، فهمتيني؟ شوف الراجل ملي كيكون تابع الجمهور كتحمر ليه وجهه أخويا، الدراري كيبقاو كلشي فرحان، تلبع لك الريح معاك كلشي طالع ليه الدم، علاش؟ بسبب الوداد أخويا. الله إذا شتي هو نشوف المرة الجاية مرة أخرى ترجلوا، أما المدرب راه ما داير والو، المدرب كبير مرة لا تيبان لي حسب ديك الخبرة ديالي في كورة شوية متواضع، حتى أنا لعبت كورة بكري، أنا عندي 67 عام، كيبان لي الوداد لعبوا كورة، لعبوا ثانيا الفريق الآخر زعما مجهد شي شوية صراحة، يعني وجد في ظروف ديال الوداد، لأن الوداد كاين أعطاب كاين لا ديفونس عندنا شوية ناقص، رغم هذاك الشيء انا عجبوني الوداد البارح صراحه. هذيك لا اسمح لي هذيك ما كانش ياخذها، اولا لاعب دولي، ثانيا يلاه جيتي من لاكوب دي موند، وهاد هاد المساله هذه انا كنت ناقشتها مع شي اخوان في الصحافه الرياضيه، حتى الجامعه خصها تخدم على هاد على هاد على هاد على هاد القضيه. شوف حنا بعض المرات انا كنشوف مباراه محليه واللعابه تيبغيو ياكلوا الاربيط، واش الاربيط غيتراجع على القرار؟ هو بقات فيه ديك النزعه ذاك النهار، مثلا شفت انا بركان مع الرجاء هذاك انا الزنيتي راه ما خصوش حمراء، خصو ولا كاين شي لون اخر، كنشوف انا بعض اللعابه خصهم فوق الحمراء، صافي الحكم شد قرار الله يجعل شي بركه، ها انت خرجتي وصيتي بيلانتي وخرجتي وصدقنا صدقات الوداد ناقصه. اما فيما يخص فيما يخص مجمل القول على على الماتش، الماتش كان مزيان، الوداد كانت مزيانه صراحه. المدرب ما يمكنش نحكم عليه، انا كيف قلت لك لعبت كره وعرفت شنو هي كره، المدرب ما يمكنش تحكم عليه دابا صراحه، هي اللي باقي الله بدا بعد الماتشات واقيلا عنده، السيد كيبان لي عنده كيبان لي عنده، ولكن راه جا ما لقاش الفرقه اللي فينا، هو اشرف داري فينا بزاف ديال الدراري مشاو ما عنده ما يدير، كيعدي باللي كاين. انا كنشوف حتى الصفقات، هذاك السيد اللي جبناه من الكاميرون ولا ما عرف كان في بلجيكا، انا كنظن الله اعلم ما كايناش بلاصتو في الوداد هذا صراحه. هذا الوداد يعني الوداد تيبانوا لي ضعاف ناقصين بزاف، يعني المستوى اللي وصلت ليه الرجاء ما توصلش ليه الوداد، فهمتيني؟ يعني مثلو راه خرجنا شاب على قدو في المغرب كامل، هما مشاو كيمشيو كيدخلوا التيران ويخرجوا صافي، هذه هي الثانيه في المرات، يعني راه حمراء يستاهل حمراء طاح حمراء، يمكن لا ما مرات وصل المستوى اللي وصلت ليه الرجاء، ما مرات وصل، ما عمر شي فريق مغربي وصل للمستوى اللي وصلت ليه الرجاء. شوف بالنسبه للوداد دابا عندهم مشاكل كنوا مدرب هذه من ما عمرهم فهمتيني، يعني ما كاينش مدرب اللي غيكون مستقر فهمتيني، هذا هو المشكل اللي طاحت فيه هذه العامنيه الرجاء. الوداد البارح كانت ناضيه اخويا مع الهلال السعودي، عجبتنا وديما وداد ديما وداد حتى الموت، وحنا ديما مع الوداد يعني كنشجعوا شي حاجه كنبقوا معها ديما، وخا سواء ربحت سواء خسرت يعني الوداد ديما كنشجعوها حنا، كانت قادرة يعني راه مما الدخول داك الدخول يعني الدخلة ديالهم راه باينين غادي يديو فهمتي، هادية وخا تقصات ولا شي حاجة ماشي مشكل، يعني وخا كتقصى ولا شي حاجة عندنا هادي حنايا يعني ماشي هي الصراحة تنوينا ديك الضربة، يعني ما روح رياضية اش غادير، الأخطاء ديال المباراة راه ضروري كيكون هكاك دايرة اللعب، ما كانوا شي أخطاء الصراحة الله، ولكن ما ماشي شي حاجة يعني هكا معيقة ماشي عادي سي نورمال، يعني ويزيدوا يعطيو زعما يزيدوا شويه الجهد ويزيدوا يعني يبينوا لنا اللعب اكثر اكثر من داك الشيء اللي دار الاقصى ديال الوداد.
الوداد لعبوا مزيان وقدموا مستوى لا باس به، و داك الشيء مكتوب، داك الشيء بالمكتوب. و انا الراي ديالي ديك ضربه جزاء هي اللي بدلات الوضع ديال المباراه اللي تسبب بها يحيى عطيه الله، و هذا هو الراي ديالي. والراي ديالي الصراحه المباراه مزيانه، والمهم المشجع راضي عليه، ولكن الاداء ديال عطيه الله وجبران، جبران ما كانش عليه ايجاد الحكم، حيت هي باينه ديك ضربه جزاء باينه كاينه، وجبران ما كانش عليه ايجاد الحكم، خدا حمراء اللي تسبب نقص في اللاعبين. وهذا الوداد، الوداد مزيانه مزيانه الوداد، ما بيهاش، حيت الوداد هي قدمات اداء مزيان، ولكن الماتش تقلب في الدقيقة 90 تقريبا، فاش تمارك هذاك علينا ذاك البيت، الوداد كان غادي بريتم مزيان، ولكن ذاك من الدقيقة 90 المهم من الفوق أداء لا غير مقبول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.